عزيزتي عزيزي، نتعرف على سفاح المملكة الحيوانية، قاتل متسلسل ما يعرفش الرحمة، مجرم حير لجان التحقيقات لأكتر من 30 سنة ولسه محدش عارف يحل غموض الجريمة. لما نقول سفاح المملكة الحيوانية طبعا هنتوقع انه يكون من المفترسات المشهورة، اشباه القطط مثلا، الأسود، النمور، الفهود، الأوشاق، ولا من اشباه الكلاب زي الفقمات بأنواعها، الكلاب البرية، غرير العسل، او حتى العرس. طيب من الزواحف، التماسيح، القواطير. طيب حشرة زي فرس النبي. في الحقيقة كل الأمثلة دي وغيرها كتير حيوانات بتعتمد على القتل كأسلوب حياة أو وسيلة تغذية ممكن نتسامح معاها، لأن دوافعها في القتل مفهومة، لكن في الحيوان موضع البحث مش عارفين بيقتل ليه. القتل ظاهرة شائعة في المملكة الحيوانية لدرجة إنه ممكن نعتبر مملكة الحيوان نشأت وتطورت بالاعتماد على القتل كوسيلة من وسائل الانتخاب الطبيعي أو آلية من آليات النشوء والارتقاء، ابتداء من المستوى الميكروسكوبي وأحاديات الخلية حيث كائنات أولية بتفترس كائنات أولية أخرى، وصولا إلى المفترسات الكبرى من الثدييات والفقريات العليا. فأغلب الأحيان بتكون دوافع القتل واضحة باستثناء الإنسان طبعا، يعني الدوافع اللي بتخلي حيوان يقتل حيوان تاني من نوعه أو من نوع مختلف بتكون واضحة ومفهومة، وغالبا بتكون مدعومة بغريزة البقاء. حيوان يقتل حيوان عشان يتغذى عليه أو في الصراعات التنافسية على حقوق التكاثر ومناطق النفوذ. لكن في حالة فريدة حيوان عشبي مش مفترس ولا أكل لحوم من الأساس بيمارس القتل المسلسل بطريقة مثيرة للانتباه، وده مش على مستوى فردي إنما سلوك عام ومتوارث في الحيوان ده كأنه في جيناته. معانا ومعاكم بريري دوج. البريري دوج، وبنقول تخفيفا بيري دوج أو باري دوج، بالعربي كلب المروج أو كلب البراري، هو مش كلب طبعا ومفيش أي صلة بينه وبين الكلاب غير إنه حيوان ثدي، لكنه في الحقيقة من القوارض، فرع عائلة السنجابيات، العشيرة المرموطية، جنس ساينومس اللي بيضم الخمس أنواع المعروفة من البيريدوك: يوتا، المكسيكي، جانينسون، أبيض الديل، أسود الديل. سنة 2007 في ولاية كولورادو الأمريكية، وبينما كان جون هوكلاند أستاذ علم الحيوان في جامعة ميريلاند بيراقب مجموعة من القوارض الأرضية، في يوم ربيعي مشمس يفاجأ بأنثى تخرج من جحرها وتنقض على شيء وتمسكه بسنانها وتهزه لدقايق وبعدين تسيبه وتمشي. في البداية ظن ان الحدث مجرد حالة من ظاهرة انفانتيسايد اللي هي قتل الصغار بدافع غير الافتراس، مجرد أنثى بتقتل صغار جيرانها. لكن لما قام يفحص مكان الحادث اكتشف هوجلاند انه كان مخطئ وان الضحية من نوع مختلف عن القاتل، الضحية كانت سنجاب ارضي، كما ان دوافع القتل هنا مش مفهومة. والأهم من كل ده إنه بقاله 35 سنة بيدرس القوارض في المنطقة دي، وكان بيلاقي باستمرار سناجب أرضية مقتولة بنفس الطريقة وما كانش عارف اتقتلت إزاي ولا مين اللي قتلها. وكده يبقى حل لغز كان مستعصي، اللي هو السناجب دي بتتقتل إزاي ومين اللي بيقتلها، بس ظهر له لغز أصعب وأكثر غموضا، وهو البيري دوج بيقتلهم ليه. وبدأ يراقب المجتمع الحيواني بمزيد من الانتباه ويسجل مشاهدات مذهلة. في الفترة بين 2007 لحد 2012 رصد 101 فرد بيمارسوا القتل بنفس الأسلوب، ومعظم القتلة إناث وأغلب الضحايا من صغار السناجب. ومن مجتمع البريري دوج اللي كان بيراقبه كان فيه 19 فرد قتلة تسلسليين، منهم أنثى واحدة قتلت 7 سناجب في يوم واحد. هنتوقف لثواني عند ظاهرة الإنفانتسايد ونرجع تاني للسفاح الصغير. إنفانت يعني طفل أو وليد باللاتيني، وسايد يعني قتل، على بعضها قتل الولدان. ودي ظاهرة شائعة في المملكة الحيوانية ان حيوان بالغ يقتل صغاره او صغار حيوان تاني من نفس نوعه، وده بيتسمى intraspecific infanticide، يعني بين افراد النوع الواحد، او انه يكون بين افراد انواع مختلفة زي البريري دوج مع السناجب او الاسود مع الضباع. وطبعا هنا بنفتكر مذبحة الكلاب الهندية اللي حصلت في ديسمبر 2021 في قرية مهاراشترا قرب مدينة بومباي في الهند، واللي راح ضحيتها اكتر من 250 جرو قتلوهم القرود كرد فعل انتقامي بعد ما مجموعة من الكلاب قتلت واحد من صغار القرود، فالقرود بدأت تخطف صغار الكلاب وتصعد بيهم اعلى المباني او الاشجار العالية وترميهم من فوق. المذبحة دي استمرت اكتر من شهر وراح ضحيتها اكتر من 250 جرو، والتحقيقات رجحت انه يكون قردين بس هما المتورطين في القتل،
ولما حيوان بيقتل صغار حيوان من نوع غير نوعه بيتسمى انترسبيسيفيك انفانتيسايد، يعني بين الانواع. بالنسبه للانترسبيسيفيك اللي بين النوع الواحد، فبيظهر في قطاع كبير من المملكه الحيوانيه، من اول الحيوانات المجهريه زي الروتيفيرات، مرورا بالحشرات ومفصليات الارجل زي الحفار الحقلي، والبرمائيات زي كل انواع الضفادع والسلمندر، والزواحف زي سحلية التنين، والطيور، ودي اللي من سكان الريف او درس الزراعة او البيطرة اكيد شاف الظاهرة دي في الدواجن مرة على الاقل. وصولا الى الثدييات، واللي بيظهر فيها نموذجين مميزين جدا، نموذج اكلات اللحوم ونموذج الرئيسيات. بالنسبة لنموذج اكلات اللحوم، فاللواحم رتبة من الثدييات الحقيقية، اللي هي حيوانات عندها مشيمة في رحم الانثى بتعتمد عليها في تكوين الجنين من خلال الحبل السري. ورتبة أكلات اللحوم بتنقسم لقسمين ملهمش تالت، أشباه القطط فيليفورمز، وأشباه الكلاب كانيفورمز، على أساس إن فيليس باللاتيني يعني قط، وكانس يعني كلب، وفورمس يعني هيئة. يعني أكلات اللحوم يا قطط يا كلاب، مفيش حاجة تاني. أشباه القطط بتضم كل القطط بدءا من الأسود والنمور والفهود إلى الوشقيات وحتى القطط الأليفة، بينما أشباه الكلاب فمنها أنواع بحرية زي الفقمات بأنواعها، الى جانب الانواع الارضيه بما فيها العرس بانواعها والدببه والذئاب والثعالب وحتى الكلاب المستانسه. المجموعتين دول رغم الاختلافات الكبيره الا ان بينهم سلف مشترك، فبيكون بينهم تشابه سلوكي يصل لدرجه التطابق في ظاهره الانفانتيسايد بالذات، بين عائلات واجناس وانواع مفيش بينهم اي تواصل عشان نقول ان هما اتعلموا السلوك من بعض. ناخد مثال الدببه والاسود. من الدارج بين الدببة والأسود على حد سواء إن فرد يقتل صغار فرد آخر، والقتل في الحالة دي مفهوم لدرجة إنه مش محتاج نظريات تفسره، على عكس سلوك البريري دوج اللي قلنا هنرجع له بعد شوية. في موسم التزاوج بتكون الإناث المرضعة مش مستعدة للتزاوج، مستحيل طول ما عندها أشبال رضيعة. فلما بيجي ذكر دخيل عايز يتزوج مع أنثى حاضنة، وطبعا معاها ذكر اللي هو أبو الأشبال الرضيعة، فالذكر الدخيل بيلاقي انه مش كفايه هزيمه الذكر المسيطر، لان الانثى مش محتاجه اي ذكر وهي معاها ذريه، وخصوصا ان الانثى هي اللي بتعول الصغار. وهنا بيلجا الذكر الدخيل لقتل الصغار كلهم، فالانثى بتضطر لقبول التزاوج عشان تعوض النسل اللي اتقتل. بالاضافه لان توقيف الرضاعه في الثدييات بيوجه التوازن الهرموني في اتجاه بيخلي الانثى مستعده للتزاوج. كده مفهوم ان دافع القتل هنا هو الصراع على البقاء، متمثل في حقوق التكاثر وتمرير الجينات. ونقول تاني، مفيش اي تواصل بين الاسود والدببة، الاسود في افريقيا مثلا والدببة في كل حتة ما عدا افريقيا، يعني مفيش اي تفسير للتشابه السلوكي غير السلف المشترك. اما بالنسبة لنموذج الرئيسيات، فدي مجموعة في نهاية شجرة الفقاريات واللي بتضم الانسان والقردة العليا. الظاهرة بتظهر في قرود الكابوتشين ابيض الجبهة والتيتي اسود الجبهة، وفي الحالتين دول بيكون بسبب شح الموارد، فبيلجأ بعض الافراد لقتل افراد تانيين اما لتوفير الاستهلاك من الموارد المتاحة او لاستهلاك الضحايا نفسهم. الظاهرة بتظهر كذلك في قرود اللنجور، لكن بدوافع مماثلة لدوافع الاسود والدببة، لان انثى اللنجور بيحصل عندها تغيرات هرمونية بعد الولادة بتوقف دورة الطمس، يعني اثناء الرضاعة حتى لو تزوجت مع اي ذكر مفيش احتمالات للحمل لان دورة التبويض متعطلة. وقتل الصغار بيترتب عليه توقف الانثى عن الرضاعه، وبالتالي توقف غدد اللبن عن العمل، فبيرجع التوازن الهرموني يفعل دوره الطمس والخصوبه. اما الانسان فبيمارس الانفانتيسايد في اكثر من حاله، واشهرها الانتقاء الجنسي. الصين في 25 سبتمبر 1980 صدر مرسوم عن الحزب الشيوعي الحاكم بقياده الرئيس دانج شاوبينج، هو اسمه دانج شاوبينج مش دين شاوبينج، ونطقه الصح باللغه الصينيه دان شاوبينج. المرسوم بيلزم كل اسره جديده بتحديد النسل عند طفل واحد، ومن وقتها وبفضل جهاز السونار بقى لما الزوجين يعرفوا جنس الجنين، فاذا كان ولد بيستبقوه واذا كانت بنت بيوهضوها. والسبب في قراراتهم دي ان هم كانوا لسه ما وصلوش لدرجه التفتح اللي هم عليه دلوقتي، فكانوا شايفين ان الذكر افيد من الانثى لانه لما هيكبر هيشتغل وهينتج، بينما الانثى لا. طبعا هم فهموا مع الوقت انهم كانوا غلطانين، لكن احنا بس هنا بنقف على دوافعهم في قتل الصغار الانفانتيسايد. والى جانب اجهاض الاناث، كانت في حالات تانية كتير بيتم فيها الاجهاض بصوره غير انتقائيه، سواء الجنين ولد او بنت. امتى؟ طبعا لو حصل حمل بالخطا بعد الطفل الاول. وفي سياق مشابه، نسبه كبيره من الهنود بيحذوا نفس الحذو في الاجهاض الاختياري لو الجنين انثى، وده لاعتبارات معينه في تقاليد الزواج اللي بتلزم اهل البنت بكميات كبيره من الذهب، فبتكون عبء كبير جدا على اسرتها علشان تتجوز. اذا في الحاله دي وظاهريا
دافع القتل هو محدودية الموارد. وفي علم الحيوان المصطلح الدقيق لقتل الحيوان وهو لسه جنين هو فيتيسايد. فيتوس يعني جنين باللاتيني برضو، وسايدوس يعني قتل. طيب في كل الحالات اللي ذكرناها كان سلوك الحيوان مفهوم ويسهل تفسيره. نرجع بقى لسفاح كولورادو اللي حير أوساط علم الحيوان. قلنا حسب مشاهدات هوجلاند رصد حوالي 100 فرد بيمارسوا القتل، منهم 19 بيقتلوا انتظام أو قتلة تسلسليين على حد تعبيره، يعني 19%. طبعا دي البيانات اللي رصدها، وبالتأكيد اللي ما ترصدش أكتر من كده بكتير. وأسلوب القتل واحد، البيريدوج يطبق أسنانه على رقبة الضحية ويهز بقوة لبضع دقايق فبيموت بكسر العمود الفقري أو الخنق أو توقف القلب. والمشكلة مش في القتل زي ما قلنا، المشكلة في تفسير سلوك الحيوان، ايه دوافعه؟ ده حيوان عاشب ومفيش منافسة على الموارد بين النوعين، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ لدرجة ان في بعض علماء الحيوان اقترحوا ان الحيوان ده يكون مريض نفسي. وطبعا ده اقتراح مضحك جدا لانه مفيش مريض نفسي الا الانسان. الحقيقة انه في جانب مهم جدا بيسقط من حسابات الباحثين في علم النفس التطوري، وهو الاعداء الطبيعية. وسبق وسلطنا الضوء على الأعداء الطبيعية وتأثيرها في سلوك الحيوان في مقدمة علم النفس. إيه بقى دخل الأعداء الطبيعية في السلوك الغامض للبريري دوج؟ الحيوانات دي زي بقية القوارض، فريسة مستهدفة بالنسبة لمفترسات كتيرة جدا، زواحف زي التعابين، طيور زي البومة والحداية، أكلات لحوم زي التعالب والعرس والقطط الصغيرة والمتوسطة. لما البريري دوج بيقتل سنجاب ويسيبه على الارض، هو كده بيقدم فريسه سهله لاي حيوان مفترس ممكن يدخل اراضيه ويهاجمه او يحاول يصطاد فرد من عيلته. فلما المفترس بيلاقي سنجاب مقتول على الارض بياخده ويمشي، وبيكون افضل كتير من مطارده حيوان حي، لان الحيوان المفترس يهمه جدا يوفر الطاقه اللي هيستهلكها في مطارده الفريسه. لذلك بيفضل الفريسه السهله اللي هي في الحاله دي بتكون الفريسه الجاهزه. يعني حاجة كده شبه معتقدات وشعائر الشعوب البدائية، لكنها أكثر واقعية ومنطقية. وكأن المفترسات بالنسبة لكلاب البراري هي آلهة الموت، وهم بيقدموا لها قرابين وأضحيات عشان يسيبوهم عايشين. يعني الحيوانات دي بتقتل السناجب كاستراتيجية من استراتيجيات البقاء وتحييد الأعداء الطبيعية. وحقيقي بنلاحظ النجاح المبهر لاستراتيجية البقاء دي في التفوق العددي اللي حققته كلاب البراري مقابل بقية أنواع القوارض الموجودة معها في نفس البيئة، لدرجة إن الولايات المتحدة أصبحت عملياً في حالة حرب على حيوانات البريري دوج على أمل السيطرة على تعدادها واسترجاع قدر من التوازن البيئي. ولما فهمنا الدوافع تبين إن البريري دوج بيقتل لهدف ما كناش فاهمينه، لكن مش قتل عبثي ولا مريض نفسي، ويظل الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيقتل بدافع الترفيه. عزيزتي عزيزي، دمتم سالمين.